فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فجاء الله بالفرج، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أنزل إليه من ربه، وأنه يتوقف في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها وحي حتى ينزل عليه. وهذا مما يؤكد على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم توقف واستشار أصحابه، ففيه مشورة أهل العلم. فلو أن متعلمين وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم وهو التشاور فيما بينهم في الأمور الملمة وأمور الأمة، تشاوروا في حلها لكان في ذلك الخير الكثير. وأن لا ينفرد واحد بالنظر أو الفتوى فيما يهم الأمة جميعا، وإنما هذا يرد إلى أهل العلم وأهل المشورة والنظر الصحيح. هذه ناحية وهي استطرادية، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذه القضية ومع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بها.